أهلا بكم. عثرت أجهزة الأمن الإماراتية على جثة الحاخام تفي كوغن مبعوث حركة حباد الدينية اليهودية الذي اختفت آثاره منذ يوم الخميس الماضي. وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية صباح اليوم الأحد في بيان رسمي إن الجثة التي عثر عليها في الإمارات تعود لمبعوث حركة حباد الحاخام تفي كوغن. وأفاد البيان المشترك بين سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة عثرت على جثة تفي كوغن المفقود منذ يوم الخميس 21 نوفمبر. وأضاف البيان أن السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادثة وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة، كما تم إبلاغ عائلته في إسرائيل. وأضاف البيان مشيرا إلى أن مقتل كوغن هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية، وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم المجرمين المسؤولين عن مقتله للعدالة. إلى هنا البيان. وأكد ماجد المنصوري مدير إدارة رعاية الأجانب في وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق أن السلطات الإماراتية تواصل التحقيق في ملابسات اختفاء الحاخام تفي كوغن مبعوث حركة حباد الدينية اليهودية إلى الإمارات. ونقلت وكالة وام عن ماجد المنصوري تأكيده أن الوزارة تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المولدوفية تفي كوغن، وأنها على تواصل مع أسرته وتقدم كافة أشكال الدعم اللازمة له. كما أشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مولدوفا في أبو ظبي في هذا الصدد. وأضافت وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الاشتباه هو بقيام خلية من أوزبكستان في اختطاف الحاخام في الإمارات وقتله بتوجيه من إيران. إلى هنا في هذه القضية. ننتقل الآن إلى الشؤون المحلية، حيث قدم عضو الكنيسة دافيد بيتان من حزب الليكود في مستهل جلسة خاصة لبحث موضوع مكافحة حوادث الطرق القاتلة، قدم معطيات مقلقة بشأن حوادث السير، مشيرا إلى أن 383 شخصا لقوا حتفهم على طرق إسرائيل منذ بداية العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالفترة المقابلة في العام 2023 في 355 حادثا قاتلا، بزيادة 21% عن العام الماضي. وقال بيتان: لقد زاد عدد الوفيات على الشوارع هذا العام بمعدل غير معقول مقارنة بالعام الماضي، وحان الوقت لنتدخل في هذا الموضوع. للأسف الشديد لا تتمتع السلطة الوطنية للأمان على الطرق بالصلاحيات والميزانيات اللازمة للاستزادة أكثر حول الحوادث القاتلة وحصاد الأرواح في الشوارع. ينضم إلينا مأمون استيتي من الناصرة، ضابط أمان المواصلات. مساء الخير أخ مأمون. مساء النور، أهلا وسهلا. السؤال الأول، كيف تفسر الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ وهل يمكن تحديد أسباب واضحة لهذه الزيادة المفزعة؟ في الحقيقة يعني في حوادث الطرق لها أسباب ومركبات كثيرة، ولكن كمان يعني إحنا دائما نشعر إنه في لما يكون في أزمات اجتماعية أو أزمات سياسية كمان بتأثر على نفسية السائق وعلى نفسية مستعمل الطريق، وبالتالي كمان بتؤدي لزيادة حوادث الطرق. وهذا الأمر ملموس، والسنة يعني كان عندنا سنة حرب واضحة، وواحدة من الأسباب الأساسية لارتفاع في حوادث الطرق. ولكن أنا بدي أحكي على شغلة الحد من حوادث الطرق. يعني هل كل الأجهزة عم بتقوم بواجبها لقضية الحد من حوادث الطرق؟ هو السؤال المركزي. أنا سألك أسئلة في هذا السياق، ولكن بالبداية ما رأيك في تصريح عضو الكنيسة دافيد بيتان
بشأن ضعف صلاحيات وميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق، كيف يؤثر نقص الميزانيات على جهود رفع الأمان على الطرق؟ طبعا سلطة الأمان على الطرق لها وظيفتين أساسيات. الوظيفة الأولى هي تحويل الطرق لطرق متسامحة، من خلال لأنه في نوعين طرق، في طرق اللي هي داخل المدن وطرق خارج المدن، ومسؤولية السلطة والوزارة بشكل مباشر على طرق خارج المدن وتحسين أو تطوير الشارع يكون بشكل آمن. ومن هنا للأسف إنه الترتيب أو التعدي يعني على الدفوت أو أولويات الشوارع أو المفارق لتحسينها هي بتكون نتيجة عدد الحوادث القاتلة. يعني إذا الشارع كان في عنا فيه حوادث قاتلة أكثر من شارع فهو التفضيل بيكون له. وبما إنه الميزانيات قلت فعمليا التصليحات قلت. ومن ناحية تانية وظيفة سلطة الأمان على الطرق هي قضية الإرشاد والتوعية، كمان نفس الشيء لما فيش ميزانيات كمان كل التوعية بتقل وعدم الإرشاد بقل، أو يعني فيش بكنش في إرشاد صحيح. فالموضوع طبعا بتعلق في الميزانيات لأنه بالآخر أي تطوير بحاجة لميزانيات. سؤال الأخ مأمون، هل تعتقد أن نقل السلطة الوطنية للأمان على الطرق إلى مكتب رئيس الحكومة سيؤدي إلى تحسين الوضع؟ وما هي التحديات التي قد تواجه هذا الاقتراح من وجهة نظرك؟ والله إذا نقل السلطة الأمان على الطرق يعني بيكون مع زيادة ميزانيات بيكون منيح، أما إذا نقل بس الاسم بدون زيادة ميزانيات أحمد شو حيكون فيه شيء زيادة يعني. أما بتخيل إنه نقل السلطة لمكتب رئيس الحكومة في إنه بتكون فيه لها يعني مسؤولية أكبر، أو إنه يكون فيه لها تعدد في مع وزارات أكثر، بتأمل إنه يكون في مردود إيجابي لهذا الموضوع، وما يكونش الهدف منه هو هدف سياسي، إنما يكون فيه الهدف يكون حقيقي لتحسين والحد من حوادث الطرق. نريد أن أسألك عن أبرز الجهود التي يتم اتخاذها حاليا من قبل الجهات المعنية للحد من حوادث الطرق، وهل ترى أن هناك تركيزا كافيا على المناطق ذات معدلات الحوادث المرتفعة؟ لا الحقيقة هذا واحد من الأسباب، إنه لا ما فيش الشغل كما يجب. يعني إذا بنقارن دولة إسرائيل بتعد حالها دولة متطورة مع باقي الدول في العالم اللي حاربت أو بتحارب حوادث الطرق، فبنشوف إنه إحنا دولة متأخرة بهذا الموضوع. يعني في خمس شغلات اللي لازم نشغل عليها لحد من حوادث الطرق، وبالخمس شغلات إحنا مقصرين. يعني دولة إسرائيل مقصرة في الخمس شغلات مش بس بواحدة. يعني غير انه يعني واحد من الاشياء الاساسيه هي قضيه حكينا انه الطرق يعني تجعل الطرق متسامحه، يعني مش كل غلطه شوفير او مش كل غلطه سائق لازم تكون نتيجتها حادث طرق. يعني اذا الشارع مبني بشكل متسامح اللي يعوض غلط الشوفير، فعمليا الحد بيكون الحادث اقل او الاحتمال انه يكون حادث اقل من انه شارع اللي يكون ضيق واتجاهين وشارع بدون اناره وشارع بدون حواشي. فواضح انه الشغله تتعلق كمان في التشتيات بالاضافه الى العامل الذاتي اللي هو يعني بالاخر من ناحيه قانونيه الكل بيرجع على العامل الذاتي. دعنا نتحدث عن التعاون بين الشرطة والبلديات والسلطة الوطنية للأمان على الطرق لتقليل الحوادث، هل ترى حاجة إلى تحسين التنسيق بين هذه الجهات؟ طبعا لكل
الكل بس الكل مؤسسة من هدول في لها وظيفة، وفي بعض الوظائف تكون وظائف مشتركة. الوظيفة الأساسية مثلا في السلطة المحلية هي تحسين الطرق، تحسين الطرق. وعلى فكرة هنا في زيادة أو ميزة للسلطة المحلية، إنه هي لحالها بتقرر وين تكون الميزانية وتحسين الشارع بدون علاقة لعدد القتلى أو الأموات، أو يعني هي البلدية لحالها أو المجلس المحلي بقرر إنه هذا الشارع خطر بدون ما يكون فيه حوادث، حتى بقرر إنه يكون خطر فبحسنوه. بينما الوزارة التفضيل بيكون عن طريق عدد الموتى. هاي واحدة من ناحية التميزات. ولكن خلينا نقول شو الإيش المشترك بين الثلاث شغلات، بين الثلاث مؤسسات اللي حكينا عنهن، السلطات المحلية، الشرطة، وسلطة الأمن، إن الثلاثة بيشتغلوا على قضية الإرشاد. والثلاثة أنا حسب رأيي مقصرين، يعني ما فيش ضاق الزخم في الإرشاد والدعاية وعلى موضوع حوادث الطرق. بالإضافة إنه يعني إذا بنأخذ كل واحد من هدول الأجهزة كمان مقصر، وموضوع الأمان على الطرق ليس بسلم أولوياته. وعشان هيك بنشوف إنه في تراجع في أو زيادة في عدد الحوادث وعدد الكتلة. دعنا نتحدث عن القيادة في المجتمع العربي، القيادة وليس الطرقات والبنى التحتية. كيف تقيم سلوكيات السائقين بشكل عام من وجهة نظرك؟ طلع أنت لما بتحكي على الوسط العربي فأنت لازم تأخذ بعين الاعتبار هي المسافة اللي يقطعها المواطن العربي مقابل المسافة اللي يقطعها المواطن اليهودي. يعني عدم وجود مناطق تشغيل أو مناطق صناعية أو مناطق اللي تستوعب العمال في المدن والقرى العربية القريبة، وإنه العامل والموظف أو اللي بيشتغل مجبور يقطع اليوم، بديش أقول اليوم بطلت تفرق الكيلومترات، إنما الساعات والوقت اللي بقضيه بالشارع بحركة السير والأزمات هو شيء اللي بيخلق ضغط نفسي على السائق، اللي أول ما يتحرر من هذا الضغط فللأسف كثير منا بحرر هذا الضغط في دعسة البنزين. ومن هنا يعني التعب وعدم يعني في شغلات اللي هي مش طبيعيه. يعني اليوم انت بدك تروح مثلا من تل ابيب في ساعات الظهر او ساعات ما بعد الظهر بعد شغلك، انت بدك 3 ساعات تتصل منطقه الشمال الان، ونفس الشيء الصبح. فعمليا زياده، غير انه احنا كمان يعني عدد السائقين العرب في الشاحنات وفي الباصات هو نسبيا عالي، فعشان هيك بتلاقي كمان نسبتنا في الحوادث عالية. مش لأنه إحنا أقل تربية لا سمح الله، أو مش إحنا لأنه إحنا يعني فيش عنا المفاهيم الصحيحة مثلنا مثل الباقي، ولكن إحنا ضغوطات الحياة علينا كمان أكثر. سؤالنا التالي، طبعا هذا مش مبرر يعني إنه نأذي حالنا ونأذي غيرنا يعني، بس هذا الواقع. أريد أن أسألك عن أبرز التحديات المتعلقة بالأمان على الطرق في المجتمع العربي، كيف تراها؟ يعني كيف تقيم البنية التحتية للطرق في المجتمع العربي، وما هو تأثيرها على معدلات الحوادث؟ إذا أخذنا مثلا بالمجتمع العربي، تعال نأخذ تركيبة الشارع نفسه. في عنا احنا للاسف في المجتمع العربي زياده حوادث في المشاة اكثر من غيرنا، وهذا نتيجه لي يعني احنا عنا الارصفه للاسف معدومه، وان وجدت
فهي بتكون مصف للسيارات او لنشر البضاعه او لنحط عليها حاويات زباله، يعني بنستعملها كل شيء غير اننا نمشي عليها للاسف. يعني هذا يعني هذا واقعنا، وهذا بتعلق فينا وبتعلق في السلطه المحليه اللي لازم لما تعمل رصيف يكون رصيف مخصص للمشاة، مش الرصيف هو اوكي نعمل بس استعماله شيء ثاني. اريد ان اسالك، هل هناك مناطق معينه في المجتمع العربي تعتبر نقاطا سوداء بين قوسين من حيث الحوادث؟ انا ما عنديش المعطيات الدقيقه اللي اقدر اجاوبك، ولكن في سنين سابقه انا كنت موظف في بلديه الناصري وكنت مسؤول عن موضوع الامان على الطرق، ونعمل بحث، عملنا بحث تطوير او تحسين الاضرار او المشاكل او المفقعين، شو بسموهم المفقعين، الاضرار اللي بتسبب لحوادث، ولقينا انه في كثير ما يجب عملانه، وما يجب عملانه يعني موضوع اللي مكلف ملايين الملايين، وهذا بحاجة إلى دعم وتخصيص ميزانيات من الدولة، من وزارات المواصلات، من الدولة بشكل خاص. دعنا ننهي بالسؤال التالي، أريد أن أسمع أو تشرح رؤيتك لتحسين الأمان على الطرق في ظل التحديات الحالية. الله، أنا عندي إحنا حسب رأيي يعني في خمس نقاط كما مرة من هي الخطة، يعني إذا نحط خطة لتحسين أو تقليل من أو حد من ظاهرة حوادث الطرق والكتل على الطرق، لازم يكون في خطة اللي هي تعتمد على خمس بنود أساسية. نبلش من الخفيف للثقيل مثل ما بيقولوا. العامل الأول هو المركبة أو السيارة، إن كانت سيارة خاصة أو شاحنة أو باص أو حتى دراجة نارية أو حتى دراجة هوائية أو دراجة كهربائية، كلها المركبة نفسها أول شيء لازم نحافظ على جهوزيتها، على صيانتها بشكل منتظم، بالإضافة إلى يعني اليوم السيارات الجديدة أو في إمكانية زيادة كل من أجهزة إنذار وتحذير، إلى قضية الانحراف للجوانب، قضية الاقتراب من الأمام، يعني في أجهزة اللي بتساعد على الأمان وتحذير السائق في كل قضية. وحكيت المركبة هي أخف شيء، لأنه يعني معظم الابحاث بتقول انه نتيجه خلل في المركبه هو عامل بسيط جدا في سبب الحادث. السبب الثاني او خلينا الرقم اثنين في الشغلات، لازم يكون مستعمل الطريق. مستعمل الطريق ان كان سائق او راكب او راكب دراجه او ماشي، المفروض يعرف كيف يتصرف. مفروض يعرف كيف يتصرف وإرشاده وإعطائه، يعني حتى اليوم يعني 50 ساعة بني آدم معدل بني آدم طبيعي يكون معه رخصة، فهل 50 ساعة هيك كافي إنه تعطيه هاي الآلية اللي يمشي فيها؟ بعرفش. وهل حتى يعني اليوم لما بنطوهن 3 أشهر من الافي بالنهار و3 أشهر بالليل، بعرفش قديش يعني هاي الطلاب او هاي الناس تتدرب او بيكون معها من الافي حقيقي يدربها في هاي الساعات، لانه الوقت بمر ممكن ما يمكن يطلعش ولا مره. فموضوع يعني تأهيل السائق لازم يكون فيه تحسين. و حكينا عن الطرق وقضية جعل الطرق متسامحة، إن كان طرق داخل المدينة اللي عن طريق السلطة المحلية أو طرق خارج المدينة عن طريق وزارة المواصلات وسلطة الأمان،
والشغلة الرابعة تطبيق القانون. تطبيق القانون للأسف في بلادنا ضعيف، يعني عدد جوريات الشرطة في البلاد اللي بتطبق قانون السير هو قليل. يعني محتمل لأن أنت كشوفير أو كبني آدم اللي بتستعمل الطريق تعرف حالك، مرات تغلط وعادي تغلط بين 100 غلطة تتنسك مرة، وهذا نتيجة عدم وجود دوريات كافية أو عدد أفراد شرطة كافية. وحتى الأجهزة المراقبة مثل الكاميرات والمجسات اللي موجودة كمان أنا حسب رأيي قليلة نسبيا لدول اللي حاربت حوادث الطرق وعملت انخفاض والحد من حوادث الطرق. والشغلة الخامسة اللي هي إرشاد وتوعية، وهنا في بيكون دور للوزارة عن طريق سلطة الأمان على الطرق، وبيكون كمان لوزارة المعارف التربية والمعارف من خلال المدارس وإعطاء حصص زي ما كانت، واليوم برضو نتيجة ميزانيات بالتغت من خلال السلطات المحلية، وهناك في كل سلطة محلية في لجنة الأمان على الطرق اللي كمان كل واحد لازم يسأل حاله شو هاي اللجان عم بتساوي وشو مدى فعاليتها في كل سلطة وسلطة، وهل بتكون بواجبها. وكمان المؤسسات والمصالح، يعني على سبيل المثال أنا مثلا ضابط أمان على الطرق، اليوم مسؤول مثلا عن كذا شركة اللي كل فترة كل 6 أشهر حسب القانون لازم أعمل توعية للشفوية. هون القانون بيجبرنا، أما في مؤسسات اللي إذا المسؤول قرر إنه بهاي السنة يعمل توعية بيعمل، وإذا ما موضوع ما كانش في سلم أولوياته ما حداش راح نعم. وآخر مكان وأنا حسب رأيي هو أهم مكان البيت. البيت الأبو والأم والأخوة الكبار اللي يكونوا قدوة لأولادهم في أداب الطريق وإعمال المركبة بشكل آمن وتوجيههم، لأنه بالآخر هاي حياتي. يعني كل اللي حكينا عنهم مسبقا من ناحية وزارات وسلطات إن بالآخر بيطلعوا على الموضوع من ناحية أرقام، ولكن الفاجعة والكارثة بتكون هي داخل البيت. فأنا بتوجه من خلالكم لكل أب وكل أم إنه هذا الموضوع، يعني إحنا ما نعطي أولادنا كل شيء نقدر عليه نعطيهن ونعلمهن ونسفرهن ونساوي شو بدك فيهن. وموضوع الأمان على الطرق بيعملنا فاجعة من ولا إيش. فندائي للأهل إنه حافظوا على أولادكم من هاي الأفة. شكرا لك مأمون استيتي من الناصرة، ضابط أمان المواصلات والأمان على الطرق، كنت معنا عبر زوم. شكرا شكرا لك.